هاي للكل، اولا بدي اقول لكم ان انا كثير مشتاقه لكم ومشتاقه انه نحن نرجع هيك نطبخ مع بعض. بدي اخبركم اليوم انه انا حضرت عجينه البيتزا، بس رح اخبركم وعلمكم كيف تعملوها لانه كثير سهله. اولا بتحضروا 3 كبايات ونص طحين، نص كبايه زيت زيتون، كبايه زبادي يلي هي لبن اذا بدكم، ملعقة سكر، ملعقة ملح، ملعقة سماء، ملعقة زعتر، نص كباية مي، وملعقة الخميرة. الخميرة بنحطها بمي، نص كباية مي اللي هي بتكون يعني منها مسقعة فترة، بنذوبها فيها وبنخلطهم كلهم مع بعضهم وبنعجنهم مع بعضهم. هلا انا بعمل شغلة زيادة وبتطلع كتير طيبة بالعجينة، انه بسلق راسين بطاطا وبمعصهم كتير منيح كتير منيح، بمعصهم يكونوا كتير هيك ناعمين، وبخلطهم مع العجينة، وبصراحة بطلع العجينة كتير طيبة. اوكي هفرجيكم. هنبلش نمد العجينة مع بعض. اول شي بنحط الطحين على الطاولة، طبعا لحتى ما تلزق على الطاولة بنحط الطحين فوق. من بدها سوا على فكره كثير هينه وابدا منها صعبه. بنات وشباب مش بس بنات تحمسوا وقوموا على المطبخ، عملوا شيء هيك طيب وعرفوا انه المطبخ منه صعب مثل ما انتم بتتخيلوا. شغله كثير هينه وكل شيء نحن بنتعلمه نقرا عنه يمكن بكتاب الطبخ، ولما بتطلع الاكله طيبه اللي عملتوها بتحمسوا زياده بتصيروا تحبوا المطبخ اكثر. اوكي هلا انا بحب رقيقه كثير لانه جوزي بحب العجينه رقيقه، ما بحبها. بتعرفوا الشباب اللي بيعملوا سبور ما بحبوا العجينه تكون سميكه. اوكي ليكوا شو بصير. هلا بجيب الصينيه بحط عليها، بكون حاطه عليها زيت وبمرقها. اوكي بحط الصينيه على العجينه وبقصها، ما بقصها على قد العجينه لانه العجينه بتزم لما بحطها بالصينيه، فبقص شوي مش على قد يعني، بترك شوي مسافه. اوكي الباقي طبعا برجع بحطه بالجار لان برجع بمده بعد شوي. انتوا معي ما تلتهوا. بنحط العجينه بقلب الصينيه. اوكي هلا الخطوة الثانية اسهل من الاولى. نجيب كاتشب في قهوة، نحط كاتشب على الصينية ونمرغها. نحط كاتشب من الحبش تحمستوا ولا بعد؟ اوكي نجيب بندورة نصفصفهم هيك كمان. انا كتير بحب احط بصل. البصل ما بيطلع حد بقلب، ما بخافوا يعني من الريحة او من الطعمة يكون حد، لانه رح تنحط بالفرن ورح ينشوي البصل، بتعطي طعمة كتير طيبة على فكرة. اوكي وبحط كمان الفليفله الخضراء بقصها بحطها بقلبها. درع ميرسي مامي زيتون لسه قميص بيا هلا فاتحه الخزانه ملقطه بكتير بيا. اوكي حط زيتون. زيتون طبعا اوعى تحطوا لهم هول العجوه بجوا، تتركوهم بدكم تشيلوا العجوه من جوا. اوكي كمان بنحط الزيتون. شوفوا كيف صارت. هلا اخر شيء بنحط الجبنه. جبنه بنجيبها مبروشه من السوبر ماركت، بيكون كذا نوع جبنه مع بعض. اوكي بتقولوا انتم بدكم جبنه للبيتزا بيعطوكم، على فكره حتى المكونات موجودين بالبيت
يعني حتى فيكم انتم تبرشوا جبنه بالبيت كذا نوع جبنه مع بعضهم مثل الحلوم وقشقوان وهيك مع بعضهم. ديل شغله بس بدي اقول لكم اياها، ما تضحكوا علي بس انا بقرا انا تعليقات، بلاقي في قصص كثير غريبه تنطرح بالتعليقات وبحب اخبركم اياها. اولا هيدي البيتزا خلصت. اما الامور اللي انا بدي احكي فيها انه في كثير ناس بتقول لي ولو لبسي كفوف، انا بس بدي اقول لكم انه انا اكيد كنت مغسله ايدي كثير منيح قبل ما اطبخ، وثاني انا بطبخ بقلب بيتي مع عائلتي يعني اكيد اكيد اماتكم ما بتلبس كفوف هي وعم بتطبخ. تانيا بسكر المي، مامي بطيني سمع الصوت سلتوبلي. اوكي وفي كتير ناس مثلا قالوا لي البطي شعري كده عم تطبخي، معكم حق، ربطت شعري وحطيت البهدو على راسي. اوكي هلا انا حاطة صينية البيتزا عملت وحدة قبل وحطيتها بالفرن، هلا رح فرجيكم اياها كيف طالع. سوي اوكي عم تجهز تعيني الصوت نجربك شهر. اوكي خلصت البيتزا طيبة ايه. هلأ منا ننقلها على هيدا الصحن. اولا نجيب هيدا اللي بتقص البيتزا وندورها يعني منقص الطرف حتى ما تعلق بالصينية لحتى نقدر نشيله. من قصة اعطيني صحن حياتي بليز. ثانك يو. كيف بدي شهيكم انا لتقوموا تعملوا هالطبخة؟ هذا كاتشب حار على فكرة، بحب الحار انا بالكاتشب. Ready? غير انه سخني وانا بتعاني. اوكي بس بدي اقول لكم انه والله العظيم مش لانه انا عملتها كثير طيبه. يلا صبايا شباب قوموا تشجعوا واعملوا بيتزا كثير طيبه. I love you. Bye-bye.